فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في أثناء الأذان متى نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو حين ذكره في الشهادتين أو بعد انتهاء الأذان؟ بعد ما ينتهي الأذان وبعد متابعة المؤذن تقول اللهم صل وسلم على محمد، اللهم رب هذه الدعوة تامة، إلى آخره. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.